هذه مريم، من يوم هي صغيرة ما تقعد بمكان واحد، نشيطة وتكتشف اللي حواليها. مع الأيام تطورت مهاراتها ولاحظوا أهلها بأنها متميزة. قاموا باللي يقدرون عليه، صارت تتعلم كل شيء رياضي، ولياقتها صارت عالية وتركيزها متواصل. حتى اكتشفت قوتها اللي تبدع فيها. وصارت تمارسها بشكل شبه يومي. وتعد مهاراتها للمنافسة. أداءها مو طبيعي وتركيزها متواصل، والنتيجة أكيد تعرفونها.